أنا دايماً كل عمل بعمله وأنا شغال في العمل فأول ما ببدأ بقول ده آخر عمل عشان ما ارتبطش وجدانياً بالممارسة يعني أنت واخد قرار الاعتزال مسبقاً أنا اعتزلت بالفعل بعد فيلم آآ 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 اسمه إيه ده اللهم صل وسلم يعني طبعاً حاجة تضحك كده أنا اعتزلت بدري قوي بعد قبل ثقافي كنت عامل حمام في وقررت ان انا اعتذر رغم ان انت دخلت انت حلو جدا كنت <applause> يعني انت وهنيدي ومجموعه لطيفه جدا وعاملين شغل حلو قوي معلش انا كنت عامل حاجه صغيره قوي كده وبعدين حسيت ان انا يعني لا مش لا مش هكمل لان انا هحس ان انا محصور في حاجات صغيره كده هحس ان انا ما بقدمش حاجه فلما استاذ محمد امين مؤلف ومخرج فيلم ثقافي قال لي تعالى انا مديك شخصيه كذا في ثقافي قلت له معلش انا اعتزلت قعد يضحك طبعا يعني ايه اعتزلت يعني هو انت انت اشتغلت عشان تعتزل تقول لا انا كفايه انا اقول لاولادي بس انا عملت فيلمين صعيدي وهمام وكفايه قوي وبعدين قعد يقول لي طب انت غريب جدا طب طب في شخصيه بطرس فلفت نظري بطرس ايه فحكى لي ومن خلالها بدات رجعت تاني يعني حسيت ان رجعت بسبب فيلم ثقافي يعني عايز اقول لك من ضمن الحاجات العظيمه في حياتي يعني ان انا بعد فيلم ثقافي واحنا في حفل الافتتاح لقيت تليفون وانا طالع من السينما حالا انا رافت الميهي قلت له هنحذر برضه لان ما بيجيش في دماغي ان استاذ رافت الميهي هيكلمني قال لي انا رافت الميهي وانا مستنيك بره وانت عامل فيلم كويس رايح فين؟ قلت له رايح احتمال قال لي هتيجي تتعشى معايا ولا هتعشى معاهم؟ قلت له هاجي معاك طبعا يعني ازاي؟ وعملت مع الاستاذ في رافت الميهي فيلم اسمه عفاريت لكن بنات ورحت طبعا كان بالنسبه لي فتح عظيم ان انا قاعد مع مع سيناريست ومخرج عظيم زي الاستاذ رافت الميه فمن ضمن النجاحات اللي انا ادتني طاقه ان انا اشتغل في أصحابه ولا بيزنس انت مش مادي يا طارق جدا انا مادي جدا <applause> لا مش مش مادي انا شايف ان المسألة يعني انت هتاخد يعني انت هتعيش ازاي ما انت هتعيش اهم حاجة يبقى في في ستر والحياة تمام وماشية مظبوط يعني في غيرك بيحسبها بالورقة والقلم وبيحسبها ان الدور هاخد كام وكم مليون وهكبر بسرعة ازاي وهعمل بلوف ازاي وهحط صور على الانستجرام ازاي وهعمل ايه وهتصور مع ايه وحعمل... في ناس عندها تصورات من حقهم انا بحس انك انت انسان واخد الموضوع بأبسط من البساطة